تعمد منظم فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2012 في شتى أنحاء العالم إلى استخدام أساليب جديدة ومبتكرة لاحتفال هذا اليوم وإذكاء الوعي بفرص المثيرة المتاحدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين الفتيات والشابات من خلال توعياتهن بفرص العمل التي يمكنهن فعلا الحصول عليها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد بلغ مجموع الأنشطة التي جرى تنظيمها أكثر من 1300 نشاط في حوالي 90 بلدا لتمكين أكثر من 30,000 فتاة في جميع أنحاء العالم. ويشجع الأمين العام لاتحاد جميع الأطراف على تنظيم فعاليات لاحتفال هذا اليوم في 25 أبريل 2013 أو بالقرب من هذا اليوم واجتذاب أكبر عدد ممكن من الفتيات والشابات. والهدف هو دعوة الفتيات والطالبات الجامعات إلى المشاركة في فعاليات يوم مفتوح لتسليات وتعلم في مكاتب شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومرافق التدريب على هذه التكنولوجيا ومراكز البحوث والجامعات والهيئات الحكومية حيث يمكن أن ترى الفتيات أنفسهن مزايا العمل في هذا المجال وأن يطرحنا أسئلة بحرية تامة وتقبلنا مع نساء يمثلن نماذج لدور المرأة. يرجى الاطلاع على بوابة الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العنوان www.girlsinict.org للحصول على مزيد من المعلومات عن هذا اليوم. ونرجو ألا تنسوا تزويدنا بمعلومات حول الأنشطة التي تنظمها في عام 2013 بشأن الفتيات في هذا المجال.